أربعة شارع شريف. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة. معدنا دلوقتي مع استاذ دكتور احمد عبد الله، مدير مركز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. سؤال النهارده من سيده بتقول ان عندها انسداد في قناه فالوب الناحيه اليمين، متجوزه من سنه، ممكن تحمل سنها كم سنه؟ طبيعي، هي مش مكتوب عندها، يعني هي اتجوزت من سنه، ففي الغالب هتبقى في عشرينات او الثلاثينات. طب يعني انسداد قناه فالوب هو تشخص بشعب السبع. خلينا بس قبل لما نبدا نتحدث ان ده ملف سهل. هو الملف ده المشكله اللي هتحصل فيه ايه؟ هو ما سيحدث مع هذه المراه بعد ما اتشخصت ان هي عندها انسداد في قناه فالوب. اوكي. في قناه واحده. انا لو بتسالني هبص على طبيعه هذا الزوج وهذه الزوجه. مين اللي جاي معاهم؟ سنها كام سنه؟ السايكولوجي بتاعها شكله ايه؟ سايكولوجيتها شكلها ايه؟ السيده دي انا هقترح عليها انها تعود مره اخرى لعمل اشعه بالصبغه تحت مخدر عام واحد. وان كان هناك انبوبه من الانبوبتين كما حدث مسدودة. ان هي عملت مسدوده، فهقترح على هذه المراه ان تنتظر لمده 6 شهور بعد الاشعه بالصبغه. لان قد يكون هناك احتمال لحدوث حمل طبيعي. وهتابع هذه السيدة مرة واثنين وثلاثة للتنشيط، متابعة التبويض بدون تنشيط، والتأكد من ان هذه السيدة ما بيظهرش عندها علامات للاندوميتريوز اللي هو داء البطانة المهاجرة. وبعد 3 ل6 شهور دول هيبدأ يدخل الشرح للمرحلة اللي بعدها. والمرحلة اللي بعدها هي منظار بطن ومحاولة تسليك الانابيب رغم قلة نسب الحمل بعد هذا الإجراء، ولكن لابد أن يشرح ويحترم وما تخليهمش كزوج وزوجة يحلموا بأنه بعد هذا المنظار الأنبوبة بقت سليمة. وبعد هذا المنظار أنا هحمل بنسبة كبيرة. فأنت هتشرح، ولو هي عايزة تعمل منظار تعمله، ولو هي عايزة تعمل منظار هتنتظر لمدة بعدها، والمدة دي يعني المدة الكافية المناسبة هي 6 شهور. أوكي. لا يجوز ان انا اجري في كل اللي انا حكيته من شوية دون بدون ما اكون عامل تحليل سائل منوي ومخزون مبيض. أوكي. عشان اتأكد من ان مخزون المبيض ما هوش ضعيف، لانه انا هتابع بقى وهنروح ونعمل ومنظار ونكوي ونسلك وكلام من ده، واحنا قد نكون لسنا في زي ما بيقولوا فسحة من امرنا في الوقت وضعف المبيض. ممكن من الاول قبل لما نبدا الخطوه الاولانيه بعد لما عملنا اول شعب السبعه تطلع هذه السيده سنها 38 39 40 41 سنه. فانت مش هتقعد تحلم وتسرح وتعالج، فهتبقى عايز تزود من نسب الحمل في فتره قصيره. فمن هؤلاء من تذكرهم ان هم يدخلوا يعملوا حقن مجهري من الاول. لو انت هتشرح كويس وهتعتني بانك انت زي ما بيقولوا ايه، ما تخليش الزبون توجهه ناحيه فكره معينه، انا بفضل ان الزوج والزوجه هم اللي ياخدوا القرار. يعني اعملي شعب السبع مره ثانيه، اعملي منظار، استني 6 شهور وبعدين تعالي تاني، اعملي منظار بعد 6 شهور، اعملي حقن مجهري من الاول ونسب الحمل منه قد تكون مرتفعه جدا. كل ده يبقى مقرون بنسب حمل. أوكي. كل ده ما يبقاش مقرون بنوع من انواع الوهم والتضليل للمشاعر والارقام في ذهن الزوج والزوجه. وعلى فكره انا دايما اكتب على ورقه واكتب النسبه جنب كل واحد منهم وامضلهم كده، واكتب لهم تاريخ واكتب اسمها واسمه عشان يبقى في ايديهم للذكرى. لانه الحقيقه طبعا من هؤلاء من بيمشي في رحله انا رايي انها رحله خاطئه، وهي المعلومه بتاعت انه انا عندي مبيض وعندي مبيض، في انبوبه شغاله واحده مسدوده والانبوبه الثانيه شغاله، والتبويض بيحصل مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي. يا دكتور
يديني منشط عشان يبقى المبيض في الناحية دي والناحية دي بيطلع بويضات، فيبقى دايما عندي فرص لحدوث حمل في كل شهر من الناحية اللي فيها أنبوبة سليمة. الكلام ده كلام جميل، ولكن ده كلام نظري وكلام ليس واقعي، وتلف الأنبوب هو لن يعوضه التنشيط. تلف الأنبوب هيعوضه إن هي إجراء جراحي يساعد الجهاز التناسلي بصفة عامة، فك التصاقات أو ما شابه، أو إن أنا أطلع البويضات والحيوانات المنوية خارج قناتي فالوب ويتعامل ويلتقوا مع بعض ويتخصبوا خارجيا دون الحاجة نهائيا لقناة فالوب وعودة الأجنة داخل الرحم مرة تانية. ما ينفعش واحد ست يبقى عندها انسداد في الأنبوبة ونقول لها اربطي الأنبوبة، لأن في منهم بيتقال له روح اربطي الأنبوبة لأنها هتفشل محاولات الحقن المجاني. نربط أنبوبة إيه ما الأنبوبة مسدودة. يعني كده فهمت انا الوضع. شكرا جزيلا، بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب على وجوده معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي السكان الشارع. خليكم معانا لو سمحتوا.